حنا كنتسناو ساعه وكثر، حنا كنتسناو لومبيلونس، ملي جات لينا لومبيلونس جينا للسبيطار. جينا من السبيطار ما لقينا الطبيبه، كتقول لك انا ماشي خدمتي نخيط. الطبيبه كتقول لك انا ما نقدرش نخيط. فرمليه كتقول لك انا ماشي خدمتي. عيطنا للبوليس، جاو البوليس كيقلبوا على المسؤولين يهضروا معاه، ما لقاو حتى شي واحد. بقاو بحال هكا دابا راه 4 سوايع والنزيف، ما عرفناش واش عندهم نزيف داخلي ولا لا. حتى شي حاجه ما عندهم في هذا السبيطار، حتى شي حاجه ما عندهم، ما عندهمش خدمه اصلا، يعني لا استقبال لا الطبيب، زعما الانسانيه ما كايناش. ما عرفتش انا علاش كيادوا هذه القسم، يعني حتى شي حاجه، ما حتى الرعايه وزعما الحوايج المهمه ما كايناش. كنطلبوا من المسؤول الالتفات على السبيطار قدو قداش في كازا اللي مدينه كبيره، سبيطار على قدو خاوي ما فيه حتى شي حاجه، ما يمكنش. يعني هذا هو المستشفى الجوي اللي حدانا حنايا، فين غادي نمشيو؟ يعني هو اقرب مستشفى، يعني اصلا بقينا كنتسناو لومبيلونس اكثر من ساعه ونص، وقول ساعتين تقريبا وحنا تنتسناو فيها، ومني جينا السبيطار دابا اكثر من 3 سوايع وحنا تنتسناوهم. حتى شي واحد ما يخيط، كيقول لك لا ما عندهم حتى شي حاجه. راه دخلتي وشفتي السبيطار كيدير، وشفتي السيد راه محضر من قبايله وهو كيموت، حتى شي واحد ما شافيه، حتى شي واحد ما جا عنده، ما عرفوا ماله. بحال هكا هذه حياتنا معاهم دائما. اول حاجه يشوفوا الصحه، وثاني حاجه يشوفوا القانون. ما اش غنقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهاد الناس حنا حقنا عند ربي، وربي ان شاء الله ما غيضيعناش. عارفين عارفين.